عيد الأم؟ والله؟ طب وإيه يعني؟ أنا أمي ماتت من زمان الله يرحمها. أنا أهو موجودة يا حبيبي، أنا مراتك وأمك وأختك وعيلتك كلها. ربنا يخليكي ويديكي طولة العمر. إيه المطلوب مني بقى؟ عاوزين مني إيه؟ عاوزين منك إيه؟ ده أنت وعيتك مش فايدة. ليه بس كفالنا الشر؟ أنت ناسي إن البيت كله أمهات؟ وبعدين اي واحد عايز يجيب هديه هيجي لك انت ياخد منك فلوس. يا سلام، مش معنى انا يعني؟ عشان انت مستغل ومكوش على ثروتنا كلها. انا مكوش يا مشيره؟ ده انا مش عارف اشيل قرش. اعملوا حسابكم، محدش يطلب مني مليم. بيتهيأ لك يا بابا. بيتهيأ لي؟ وأمرت ايه بقى؟ بص بقى، من غير لا محفظه ولا صيوح، انا لازم اولا 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 اجيب هديه لماما حبيبتي. اه طبعا ماما لازم، ضروري. ولازم طبعا اجيب هديه لطنط عواطف اللي هي اخت حضرتك، عمتي يعني، لانها برضو تعتبر ام. ماشي، زي بعض بقى. وطبعا عشان جدي ما يزعلش لازم اجيب هديه لمراته اللي هي طنط السجان. اه طبعا يا حبيبتي، وانت خسرانه حاجه؟ وجميله مرات اخويا احمد لانها ام برضو. وطبعا لازم على ما بنتها ما تكبر حد يجيب لها هديه. بقول لك ايه يا امينه؟ حد قال لك يا حبيبتي ان ابوكي مليونير؟ انت لوحدك هتجيب اربع هدايا؟ بص يا بابا، انا عايز اقول لك حاجه كمان، ان لسه في هديتين، هديه للنوس بتاعت العربي وهديه للنوس بتاعت الانجليزي. ده مش عيد الام بقى، ده عيد الاضحى، انتوا عايزين تذبحوني؟ ده انا عايز افهم نظر حضرتك في حاجه يا بابا، ان كل واحد في اخواتي هيطلب من حضرتك نفس الطلبات. وطبعا انا اللي هدفع ولا اللي هصرف؟ طب ما دام الحكايه كده، ما بتعملوش عيد للاب ليه؟ ده انتوا واكلين لحم وعظم. مع احترامي يعني للام وعيد الام. على رايك يا اخي عندك حق. حاجه تجنن. اجلال واخده مني 500 جنيه، قال ايه عشان تشارك في هديه عيد الام؟ او طب انا عمري ما شفتك جبت الهديه لابوكي. عم توفيق، عم توفيق الطيب، تقول لي لا ما هو ما فيش عيد للاب. انا مش فاهم بس الاب عيبه ايه؟ ليه ما بيعملوش عيد للاب زي عيد الام؟ ايوه. بقول لك ايه؟ ايه رايك بقى؟ لو احنا ما نديلهمش فلوس علشان يعرفوا قيمة ابوهم. وايه رأيك بقى لو تسكت خالص عشان يومك النهارده يعدي على خير؟ ايه في مراتك؟ انا بتكلم مع اخويا الكبير ومحدش هيتعرض له وانا قاعد معاه. ما تخافش يا حودة، اللي هو بناحيتك هطرده. شفتي؟ اخويا. الحكاية يا مرحبا. خير؟ ايه الحكاية؟ صحيت من النوم ما لقيتش انسجام. لقيتها سايباني بقى انها سافرت رحت لامها. امها؟ هي امها لسه عايشه؟ لا امها ماتت، بس هي راحت تزور عمرها وتحط عليه وقفتين. طب احمد ربنا ما طلبتش منك فلوس؟ هي ما طلبتش، انما لقيتها واخده المحفظه 400 جنيه. طب الذمه ده مش حرام؟ يعني نرمي فلوسنا كده على الفاضي، ايش ورد وايش فجل؟ الله، الفلوس دي احنا بنشقى بيها يا اخواننا، بنشقى بيها شقه. انا عمري ما حد جاب لي هديه في عيد الام. انت يا بنت يا مشيره عمرك جبت لي هديه انت واختك في عيد الام، مع ان انا اللي مربيكم بعد مامتك ما ماتت. ما انا بخاف يا بابا، بخاف اجيب لك هديه لحسن تكسفني وتقول لي انا راجل مش ست. الحكايه كده مش مظبوطه. انا عايز افهم مين المسؤول عن الحكايه دي؟ حكايه ايه؟ مين اللي بيقرر يعني موضوع الاعياد ده؟ ومين اللي قال ان يوم الاثنين اللي جاي هو عيد الام؟ احنا طلعنا لقيناه كده يوم 21 مارس هو عيد الام، وتعودنا برضو ناخد الفلوس من بابا عشان نجيب هديه لماما. طب الذمه ده عدل يا مشيره؟ لا طبعا مش عدل. خلاص اعملوا اللي انتوا عايزينه، اتصرفوا، اعترضوا، اشتكوا لحد ما يعملوا لكم عيد اب. عارف، روحوا اشتكوا وقولوا لهم احنا عايزين عيد الاب يوم 1 ابريل. ها 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 ها. على راي محمود اخويا، مين يعني المسؤول عن الحكايه دي؟ مين اللي بيقرر الاعياد دي؟ هيكون مين يعني؟ رئيس الحي. رئيس حي يا عم توفيق؟ الله، احنا هنفتح بوتيك. وزير. وزير هو اللي بيقرر الحكايه دي، بس وزير ايه الله اعلم. اكيد وزير الشؤون الاجتماعيه. يبقوا ريحوا نفسيكوا، وزاره الشؤون الاجتماعيه ماسكاها وزيره مش وزير. طب وايه يعني؟ قصده يعني انها هتبقى منحازه للستات. نروح نقابلها ونقدم لها طلب. لماذا يا معالي الوزيره مفيش عيد للاب زي ما هو في عيد للام؟ هو الاب ملطشه؟ هتقولها كده؟ هقول لها يعني ما معناه ان الاب نص المجتمع، وان كل الهدايا اللي بتاخدها الامهات
اللي دافع حقها الاب. هقول لها ان الام على عيني وراسي وعيد الام على عيني وراسي، بس الاب برضه لازم يحس بالتقدير. الله، كفايه عليه مصروف البيت، كفايه عليه مصاريف العيال، مصاريف الكهرباء، مصاريف الغاز، مصاريف الدروس الخصوصيه ورزاله الدروس الخصوصيه. بصراحه بقى يا سياده الوزيره ده مش عادل. عم توفيق انا بدات اتنرفز. ما تضايقش نفسك يا سونسون، خليك كول. اوعدك لو الحكومه ما وافقتش انا هعمل لك عيد الاب زي ما قلت لك اول ابريل. مساء الخير يا بابا. بسم الله الرحمن الرحيم. هما بيطلعوا امتى؟ روح يا ياسر انت دلوقتي كمل الحساب بعدين. حاضر يا استاذ حسين. خير خير، اللهم اجعله خير. مالكوا هاجمين عليا كده مره واحده؟ ما احنا قلنا لك الصبح عايزين فلوس عشان نشتري هديه لمامتنا حبيبتنا. اي نعم، وكله الا عيد الام. يلا بقى يا بابا، ايدك على 500 لكل واحد فينا. يا حبيبتي 500؟ ما انا بلاقي فلوس تحت المخده. عارف انا لو منك مش هقول لك دلوقتي، انا عاوز اكلم حضرتك في موضوع مهم قوي. امبارح وانا ماشي في ميدان التحرير لقيت راجل غريب قوي شادد وزه من رقبتها بحبل ولابس جلابيه وضرب فيها كرافته. المهم يعني مش هطول عليك، الراجل ده ماشي ولقيته بيهتف بيقول ايه؟ بالروح بالدم نفديك يا كتكوت، اللي هو بقى ايه؟ ابن الوزه اللي كان بيجرها. بس يا ودد بس اسكت، انت مخك فوت خلاص. ما بقتش بفهم منك حاجه ومش هفهم، مش هقدر افهم منك، يأست منك خلاص. بصوا بقى، انا عندي فكره هتعجبكم قوي. ايه رايكم بدل ما نشتت جهودنا ونبعزق فلوسنا يمين وشمال، نلم فلوسنا كلها على بعضها ونجيب هديه واحده قيمه؟ لمين بالظبط؟ لماما ولا لطنط عواطف ولا لطنط انسجام ولا لخالته اجلال ولا الابله جميله؟ واحنا لو جبنا هديه واحده قيمه لكل دول احنا هنستفيد وهم هيفرحوا بيها قوي. ازاي؟ ازاي بس يا بابا هتجيب هديه واحده لخمس افراد؟ هتعمل ايه يعني؟ كوبايه عصير وخمسه شاليمو؟ سيبوا بس الحكايه دي عليا انا، بكره تعرفوا ان ابوكوا ابو الافكار. ايه ده؟ انت عندك بنت اسمها افكار؟ طب روحوا انتوا دلوقتي، روحوا انتوا دلوقتي بقى وسيبوني اشوف شغلي. بس في حاجه لازم حضرتك توافق عليها. هي ايه يا استهانه؟ اذا فكرتك ما عجبتناش من حقنا نرفض، وهتلاقينا هنا على نفس الترابيزه. ولكل واحد فينا لازم ياخد 500 جنيه. اما انا بقى هبقول لك على الراجل بتاع الوزه يعني اذا كان في حاجه الكرافته. نفسك تركب تكييف جديد، مبروك عليك. لا اصل انا قلت ايه؟ بدل ما ادي العيال المقاريض دول كل واحد 500 جنيه يروح يجيب بيها اي هديه وبالسلام، لميت الفلوس كلها على بعضها وقلت اجيب لكم بيها تكييف، يبقى كده هديه حلوه ليها قيمه. انا ما بقتش فاهماك خالص، انت ليه بقيت غامض كده يا حسين؟ ليه يا مشير؟ ما انت طول عمرك ناصحه وتفهمي كل حاجه. انا ما عنديش مانع تركب تكييف جديد، بس بقول لك ايه يا حسين، انت حياتك من غيري مسقعه وبارده، يعني بلاش تلخبط الرز على الملوخيه. انا لخبط الرز على الملوخيه؟ ايوه طبعا. اذا كنت هتعتبر ان الاير كونديشن ده هو هديه عيد الام تبقى غلطان يا استاذ، تبقى ورطت نفسك كمان. الامور دي ليها حد بينظمها مخصوص يا استاذ. هو التكييف ده مش هيطلع هوا ساقع؟ الهوا الساقع ده مش هيملى البيت كله؟ يبقى كل ام هتتكيف، يبقى انا جبت لها هديه، يبقى ده
هدية جماعية لكل الأمهات. مش بقولك أنت وردت نفسك يا عسل. ليه بقى وردت نفسي في إيه؟ دلوقتي الإير كونديشن ده هيطلع هوا ليا أنا لوحدي؟ لا طبعا، الهوا هيكيفنا كلنا. يبقى ده مش هدية. ليه بقى؟ الهدية يا أستاذ حاجة شخصية، حاجة خاصة بيا أنا. أنت هتعمل زي اللي يروح يجيب لي خلاط في المطبخ ويقول دي هدية عيد الأم؟ أمال أنت عايزة إيه بالظبط؟ على العموم لسه بدري، من هنا اليوم الاثنين يحلها ربنا. ساعات بتفتكر نفسك ناصح قوي، لازم تعرف يا أستاذ إن فيه اللي أنصح منك. اللي يركبوا تكييف جديد ويعتبروه هدية للأمهات كلها. يا السلام، بطل النصحة دي. عن إذنك. وانتوا ما يتمرش فيكوا حاجة أبدا؟ يا ساتر يا أخ. تعالى من فضلك لو سمحتوا التكييف ده يطلع فوق في الشقة. معلش أنا عارف هتعبكوا معايا. معلش هساعد ولا حاجة؟ شكرا. فوق اسأل على شقة تسليم بيه. أهلا يا عواطف. ايه دول بيعملوا ايه؟ ده جايبين تكييف الهواء. جبتلكوا تكييف هواء هدية جماعية ليكوا كلكم. مش فاهم يعني ايه لينا كلنا؟ اصل انتوا معظم الوقت حبيبتي قاعدين في البيت، او يعني قاعدين في البيت على طول تقريبا، فقلت اطر لكم الجو. هواء سائع يعني. جميل جدا والله يا حسين. انا قلت كده، قلت ما حدش هينصفني غير عواطف اختي حبيبتي. جميل قوي ان في تكييف، لكن الهواء السائع اللي طالع ده مش هيكيف كل البيت؟ طبعا يا عواطف، امال يعني هنعمل التكييف بتذاكر؟ دي ما تبقاش هديه لينا بقى، دي هديه ليك انت، وانت قاعد كده في الهواء السائع ومستريح على الكنبه اخر حلاوه وبتتفرج على التلفزيون كده. حتى انت يا عواطف. شوف بقى، انت ما بتزعلش من الحق يا سحس. التكييف ده تركبه في البيت اهلا بيك، انما تقول بقى ان هو هديه عيد الام تبقى بتضحك علينا، او على الاقل عامل ناصح عن نفسك. عن اذنك يا استاذ. كده؟ طب ما دام الحكايه افترى كده بقى، انا هوريكوا هعمل ايه. اهلا وسهلا. اتفضلوا. يزيد فضلك يا فندم. شكرا. خير ان شاء الله. احنا الحقيقة فندم جايين عشان نقابل معالي الوزيرة. تحت امركم. هو حضرتك الوزيرة؟ لا يا عم توفيق، الاستاذة تبقى مديرة مكتب السيدة الوزيرة. اهلا وسهلا يا فندم، ده احنا ازدادنا شرف. احنا الحقيقة عايزين نقابل معالي الوزيرة في موضوع صغير كده بخصوص عيد الام. ماله عيد الام؟ ماله؟ مش عاجبك هو راخر؟ لا عاجبني يا فندم. هي فاكرة ان احنا من المعارضة؟ ايوه يا فندم، احنا مش معترضين، من حق الام يبقى لها عيد، بس الاب ماله يعني؟ مزعج متعب. قصدي ماله الاب؟ ماله كويس جدا، ده الاب نص المجتمع. ما هي دي المشكلة يا فندم، ازاي نبقى نص المجتمع وما فيش لنا عيد؟ ليه كده؟ كده هزعل منك. ازاي ما فيش عيد؟ عندك العيد الصغير والعيد الكبير وشم النسيم وعيد سيناء. يا جماعة هتنسوا عيد سيناء؟ ده احنا بسم الله ما شاء الله حياتنا كلها اعياد في اعياد، وكلها اعياد سعيدة. وكلها مكلفة فلوس كتيرة. والفلوس احنا اللي بندفعها. بصراحة يا جماعة انا مش واصلني انتوا عايزين ايه بالظبط. انا اقول لحضرتك، اولا يا فندم احنا بنحترم وبنقدر وبنبوس. تبوس؟ لحظة واحدة بس يا عم توفيق، مش قصدي. احنا يا فندم بنحترم وبنقدر وبنبوس ايد كل ام في الدنيا، ومهما عملنا مش هنقدر نوفي الام حقها. ومش معترضين يا فندم على عيد الام، احنا بس بنقول ليه ما يبقاش فيه كمان يوم اسمه عيد الاب؟ 21 ابريل مثلا. انا اشكرك من كل قلبي لانك اخترت شهر ابريل. طب ايه رايكم ما نخلي الاحتفال 1 ابريل؟ 1 ابريل؟ 1 ابريل طبعا 1 ابريل فعلا هايل.
دي كتبة ابريل. ايوه يعني اي يوم يا فندم، اي يوم، المهم يبقى في يوم للاب. يعني مش معقول الاولاد ياخدوا مني فلوس عشان يشتروا هديه لمامتهم ولعمتهم ولجدتهم ولخالتهم وحتى الميس بتاعتهم، والاب يعني ما نقولوش حتى كلمه شكرا، كتر خيرك يا بابا، ده انت اللي كاسينا وموكلنا ومشربنا، ده انت اللي شايل همنا ومحسسنا بالامان. يعني كلمتين كده يحس الاب فيهم بحنان الاولاد، بتقديرهم، برعايتهم ليه. احنا يعني ما بننكرش فضل الام علينا، لكن ليه كمان ما نعترفش بفضل الاب؟ والله يا فندم هي وجهة نظر تحترم، وانا شخصيا فرحانة قوي 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 انك اخترت شهر ابريل. عارف ليه؟ لانه ما فيهوش اعياد كتير، وانا موافقة على كل شيء، بس حضرتك اكتب لي مذكرة بالموضوع. مذكرة؟ طب ليه يا فندم الغلب ده كله؟ ما احنا نقابل معالي الوزيرة ونشرح لها الموضوع وهي بقى تتصرف. يا فندم في اجراءات لازم تتبع، الحكاية مش سهلة قوي كده. اجراءات ايه؟ واحنا طالبين اعانة يا فندم. انت مش طالب معونة لكن طالب عيد، وده موضوع لازم يتعرض على السيد وكيل الوزارة، والسيد وكيل الوزارة يرفعه للوكيل الاول، والوكيل الاول يؤمر بتشكيل لجنة عليا لدراسة الموضوع، وبعد ما يدرسوا الموضوع يعملوا توصية، والتوصية نرفعها لسيادة الوزيرة، وإذا السيدة الوزيرة وافقت يبقى خلاص. ألف مبروك، أنا فرحانة قوي. بالشكل ده الموضوع هيتعرض على مجلس الشعب. معقولة كل ده؟ ده كده ما بقاش عيد، ده بقى نكد. يعني قدامك 30 40 سنة عبال ما يقرروا. يكون كريم ابنك في سن كده. طب يا فندم مفيش طريقة تانية أسرع شوية؟ ده انتوا حكومة إلكترونية. انتوا عايزين نصيحتي؟ المجتمع المدني النهاردة بقى مفهوم بينتشر ويتوغل ويتغلغل. أحسن حاجة اعملوا جمعية. أيوة نعمل جمعية والحكومة تقبض الأول. حلو عم توفيق. يا فندم أنا قصدي جمعية مدنية للآباء، يبقى هدفها الأول الكفاح والنضال من أجل يوم أو عيد للأب، وبقابلوني لو حصل. قصدي يعني لو حصل ابقوا تعالولي وأنا تحت أمركم. أنستونا وشرفتونا، المقابلة انتهت. شكرا. هنناضل يا ست المديرة. عيد للأب. الجمعية. عيد للأب. الجمعية. عيد للأب. الجمعية. عيد للأب. بصراحة يا جماعة مش مرتاح للسيتي دي، ده هتدخلنا في متاهة ملهاش أول من آخر. سيبك من الموضوع ده خالص وما توجعش دماغك. إزاي بس؟ إيه ده حقامة؟ الستات لما بيكون لهم طلبات بيجيبوا لنا كوندوليزا رايس. بلا كوندوليزا رايس بلا هباب. إحنا مش هنجيب حد من بره. إحنا نحل مشاكلنا بالذوق والإنسانية. يعني حضرتك عايز تفهمني إن واحدة زي إجلال دي ينفع معاها الذوق والإنسانية؟ أنت تقدر تقول الكلام ده قدام إجلال؟ طيب يا محمود أنا هقول إجلال. عم توفيق عيب، ده إحنا رجالة زي بعض. ما تشتم بنتي وتقول لي عيب. إحنا لسه اتفقنا على حاجة لما هنختلف. الله يحسن، ما هو عايز يأذينا أهو. عشان لما تقول كلمة تبقى قدها. أنت معانا ولا معاهم؟ لا أنا مع بناتي طبعًا. قاعد معانا بتعمل ايه؟ انت عامل مستواك بصراحه بقى يا عم توفيق، انت مرفوض من الجمعيه. احسن مرفوض. مرفوض مش عاوز لعيب اب ولا كلام فارغ منك. ليه بقى؟ ممكن تفهمني عشان ما ازعلش منك؟ شوفوا بقى، انا عمري كام دلوقتي؟ عندك كتير قوي ما تعدش. بعد العمر ده كله بقعد احلم بصوت امي، نفسي اكل لقمه منها، نفسي اسمع صوتها، نفسي تحضني وتقول لي كفايه. انا عايز توفيق. امي وحشاني قوي يا حسين. عم توفيق وحشك، يعني هنعمل ايه؟ اهدى بس. صلى على النبي مولى عم توفيق اللي باش جنب. مفيش حد في الدنيا اغلى من امي مهما كان. يا سيدي ربنا يخلي لك مشيره واجلال ويبارك لك فيهم. امين. انت فهمت الحكايه غلط ولا ايه يا عم توفيق؟ هو في حد في الدنيا يقدر يوفي الام حقها؟ ده لو جاب لها الدنيا بحالها هديه ما تكفيش ولا تقضي.
انا مش قصدي يعني ان احنا ما نوفيش الام حقها، ده الرسول صلى الله عليه وسلم قال امك ثم امك ثم امك ثم ابوك، بس انا بقول يعني زي ما ندي الام حقها ونعمل لها عيد ونحتفل بيها، برضه في ابهات بتشقى وتتعب وتدفع دم قلبها، محتاجين يسمعوا كلمتين حلوين يبردوا قلبهم. والله يا عيال اهو ده اللي كان ناقص. والله يا عالي يا حسين، رايح تسلط علينا الحكومة يا حسين. أنا بسلط عليكم الحكومة؟ أيوه، مش واخد أخوك ورايح الوزارة تشتكي لهم وتقول لهم ليه في عيد أم ومفيش عيد أب؟ يبقى عم توفيق بقى هو اللي فتن علينا. طب وماله؟ أبويا حبيبي ربنا يخليهولي. طب وهو أنا كده أبقى بسلط عليكم الحكومة؟ ده انت تبقى بتوقع بيننا وبينهم كمان. ايه مش مكفيكوا؟ الحكومه كلها رجاله، مجلس الشعب مش كله رجاله، مجلس الشورى مش كله رجاله. طب ما هو المجلس القومي للمراه كله ستات. ده انتوا شافتين الهوا كله يا استاذ، ومش مكفيكوا؟ ده انتوا ما شاء الله منتشرين في كل ركن. يبقى عيد ايه بقى؟ عيد ايه اللي انت عايزه؟ عايز حد يحس بيا، حد يقول لي متشكرين، كتر خيرك. حاضر، هنكتبها لك ونبروزها لك ونعلقها لك في الصالة. على العموم أنا مش هأوحك لأن معترف بفضلك عليا وعلى عيالي، وطالما ده مش معناه إنكار لجمايلك أنت وكل أم في الدنيا. شوف بقى يا حسين، أنا وإجلال وعواطف وكل الستات اللي في البيت هنروح على التلفزيون وهنقول لهم لازم تزعوا لنا أغاني جديدة لعيد الأم، وهنقول لهم كمان لازم تعملوا عيد الأم ده أجازة رسمية زي عيد العمال. وإذا كنت فاكر إنك أنت هتروح تتمسكن للحكومة وتلهف مننا عيد الأم، لا يا أستاذ، هنحاربك بنفس السلاح. عيد الأم لازم يبقى أجازة رسمية. هي البلد ناقصة أجازات؟ ده احنا دولة نايمة، قصدي نامية. نامية ولا بامية؟ أنا مال أنا بالكلام ده؟ ده البنك، البنك بياخد يومين اتنين أجازة في الأسبوع. شوف بقى، احنا هناخد بعضنا ونروح لنفس الست اللي انت رحت لها وهنديك عندها زومبا محترمة. هي مش ناقصة، دي ما شاء الله جاهزة. اسمعي يا مشيرة، انا مش بطلب حاجة صعبة او حاجة فيها تحدي للستات والامهات، انا عايز قيامنا تحتوي المجتمع كله، يعني المجتمع يقدر الام زي ما يقدر بس من غير ما يتجاهل الاب، ومش هبقى طماع واطلب المساواة الكاملة. لا، الأم على عيني وراسي ليها كل التقدير والاحترام، بس يعني يبقى في شوية حتة بس كده للأب. أدي الحكاية، أدي احنا هنشوف نواياك لما تيجي الهدايا. نعم، هدايا إيه تاني؟ تاني؟ هو كان في أولاني لما يبقى في تاني؟ هدايا عيد الأم يا أستاذ، وأنا هديك كشف بكل الحاجات الممنوعة. إيه ده؟ هو في حاجات ممنوعة؟ طبعا، يعني ما تروحش تشتري حاجة للمطبخ وتقولي دي هدية عيد الأم. هو أنا مطبخ؟ أنا عايزة الهدية اللي تجيلي تبقى بتخصني أنا. مش أنت اللي بتستعملي حاجة المطبخ؟ قصدك أنا اللي بشتغل لكم في المطبخ، يعني طقم المعالق والشوك ده هدية ليا ولا للمطبخ؟ للمطبخ. طيب وطقم الكوبايات ليا ولا للمطبخ؟ للمطبخ. وطقم السكاكين ليا ولا للمطبخ؟ ليا أنا، قصدي للمطبخ. طيب أنا بقى أي حد هيجيب لي أي حاجة تخص المطبخ أنا مش هقبلها، لازم الهدية تبقى ليا أنا شخصيا. حلو قوي. طب والتكييف اللي أنا اشتريته؟ ده بقى مش هنشغله خالص، مش هيشتغل إلا لما نيجي نتخانق أنا وإنت يا حسين. أدخل، اللي بتخبط. بيسلم عليك كتير يا بابا. ومين يا واد؟ الراجل بتاع الوزة، فاكره؟ راجل إيه إيه إيه؟ خير، الله مرجعله خير. مالكوا يعني كده هلين على الصبح بربطة المعلم؟ هو انت فاكر نفسك لما تيجي جاري الصبح على هنا مش هنعرف نعثر عليك ولا ايه؟ طب وانتوا عايزيني في ايه؟ حلوة دي قوي، عايزيني في ايه؟ عاوزين نقعد مع بعض نحط الخطة، نعرف هنحتفل ازاي. نحتفل ازاي؟ انتوا اهم حاجة عندكم طبعا الفلوس. ده من غير ما تكون زعلان يعني ولا حاجة؟
لا مش زعلان ولا حاجه، ايه اللي هيزعلني؟ انا شخصيا قررت ادي لكل واحد فيكم 200 جنيه. واحد وواحده؟ طبعا يا حبيبتي، كل واحد وواحده 200 جنيه. بالنسبه لي انا مش هيقضي. 200 جنيه مش هيقضي يا امينه؟ ليه؟ احسبها انت يا بابا. ها؟ هديه لماما مشير، وهديه لخالتي اجلال، وهديه لعمتي عواطف، وهديه للميس بتاعت العربي، وهديه للميس بتاعت الانجليش. كل ده هجيبه ب 200 جنيه ازاي؟ طب ما كفايه هديه واحده لماما يا حبيبتي. الباقيين هيزعلوا. انا عن نفسي لو كل عيل من العيال دول ما جابليش هديه وقال لي كل سنه وانت طيبه يا عمته هقطم رقبته. انا بقول لك اهو. عواطف ارحمي العيال. هديتك يا حبيبتي انا هجيبها لك. ولو يا حبيبي، دول عيالي متولدين على ايديا دي، انا اللي مربياهم، يعني انا امهم الحقيقيه مش مشيره مراته. طب يا ستي ربنا يخليكي ليهم. اه يا بابا، بالاضافه للي قالت عليه امينه بقى، انا عايز فلوس بصراحه يعني عشان اجيب هديه للجميله مراتي. طب مش لما تلاقي شغل الاول تبقى تجيب هديه لمراتك؟ وغير الهديه اللي هيجيبها لي، انا هاخد من حضرتك فلوس عشان اجيب هديه لطنط مشيره. عارف حضرتك لو ما جبتلهاش هديه هيحصل ايه؟ هتفضل مستلماني طول السنه. يا خبر اسود، ده انتوا على كده عايزين لكم قرض من البنك. ايوه بس اوعى تاخد القرض بقى وتخلع. سلمى. لا يا اخويا، بعد الشر عليك، ربنا يخليك لاولادك، ان شاء الله ربنا هيرزقك برزقهم طول ما انت بتجري عليهم كده. لا حول ولا قوه الا بالله. امال لما قلنا نعمل عيد للاب عملتوها شغلانه. هو انتوا ما بتحتاجونيش الا ما تعوزوا فلوس؟ هي دي الحياه يا فندم، عامله زي القرع العسلي لمؤاخذه. انا اقول لحضرتك تعمل ايه؟ اعمل زي الراجل بتاع الجبل، حكيت لك عليه اما كان طالع الجبل. لا كريم، كريم يا حبيبي، انا مستعد ادفع لك اللي انت عايزه، بس اتنقطنا بسكوتك. غريبة قوي. هو ايه اللي غريب يا فندم؟ من يومين كده جولي هنا ثلاث رجاله، بس بيطلبوا طلب غريب جدا. قال ايه؟ بيقترحوا ان احنا نعمل عيد للاب. تصدقوا؟ دول ناس فاضيين يا فندم، مش لاقيين حاجه يعملوها. اوعوا اوعوا تسمعوا كلامهم. امال حضراتكم عاوزين ايه؟ انا تحت امركم. احنا بقى نسيب الكبيره بتاعتنا تتكلم. اتكلمي يا عواطف. انا مش الكبيره، الكبيره بتاعتنا هي اجلال. اتكلمي يا اجلال. حاضر. عاوزين نقترح يا فندم عيد الام يبقى اجازه رسميه. ويا ريت يا فندم الحكومه تعمل لنا اغنيه تانيه جنب ست الحبايب يا حبيبه حبيبه كت. لان اغنيه واحده مش كفايه ابدا يا فندم. ومن امتى الحكومه بتعمل اغاني؟ اها، امال اللي بيعملوه في اكتوبر ده ايه؟ مش اغاني دي ولا ايه؟ رجاله وطول عمري ولادك يا بلدنا رجاله. يا سلام، كان مصر ما فيهاش ستات، كان البلد قايمه على الرجاله والستات لا، مع ان بلدنا طول عمرها قايمه على الستات والرجاله. طول عمر الستات من ايام الفراعنه واخدين حقهم واخدين وضعهم، كانوا ملكات مره واثنين وثلاثه. حتشبسوت، كيلوباترا، نفرتيتي. عواطف ما تفضحيناش يا عواطف، دي سجاير. والله انت اللي هتفضحينا، دي ستات ومن مصر. انا اسفه الحقيقه يا جماعه، موضوع الاغاني ده مش من اختصاص وزاره الشؤون الاجتماعيه. وبعدين في مشكله محيراني جدا فيكم، انا مش عارفه ايه اللي مش عاجبكم في اغنيه ست الحبايب يا حبيبه حبيبه. لا هي أغنية جميلة محدش يقدر يقول عليها حاجة يا فندم، بس يعني لازم تعملوا أغنية جديدة تواكب العصر، تواكب الجيل الجديد بتاع اليومين دول، جيل الإنترنت والتكنولوجيا والفيديو كليب، مش كده ولا إيه؟ الحقيقة أنا كل اللي أقدر أوعدكم بيه إن أقبل منكم طلب رسمي عليه دمغة ب30 جنيه و10 جنيه معونة الشتاء و5 جنيه للشرطة و22 جنيه مصاريف إدارية و13 جنيه ضريبة مبيعات. وبتاعت إيه الحاجات دي كلها؟ هنعمل مشروع عيد الأم؟ دي تعليمات يا حانم، الحكاية مش هزار. طلبكم ده هينظر أمام اللجنة العليا للأعياد الرسمية، وهنرد عليكم خلال 90 يوم،
واذا ما حصلش وردينا يبقى الطلب مرفوض، لكن اذا ردينا يبقى الطلب مقبول. في الحاله دي هيرفع للسيد وكيل الوزاره، والسيد وكيل الوزاره هيرفعه لوكيل اول الوزاره، والوكيل الاول هيأمر بتشكيل لجنه عليا لدراسه الموضوع، واللجنه دي هتعمل توصيه، والتوصيه هنقدمها لسياده الوزيره، واذا وافقت عليها يبقى خلاص مفيش اي مشكله، هنقدم الموضوع ده ياخد قرار في مجلس الشعب. ياه دي مسألة بسيطة خالص، بس يا ريت بقى نلحق القرن 21. ما تخافيش يا حبيبتي، إن شاء الله هنلحق، لسه القرن بادي بيقول يا هادي. ست الحبايب يا حبيبة حبيبة. تعالى يا حسين شوف لك حالف عمك توفيق ده. خير؟ ماله عم توفيق؟ معرفش ايه اللي جراله، الحكايه كبرت في دماغه قوي، كل شويه يقول لي اه ياما وحشتيني ياما يا حبيبتي ياما. معلش يا حوده، يمكن حاله عاطفيه، يمكن وحشاه فعلا. ايوه ما هو من حقه طبعا، ما اقولش حاجه، بس يشتم فيك ليه؟ يشتم فيا انا؟ ليه؟ انا عملت له ايه؟ انا الحق عليا، انا اللي غلطان، انا رحت معاه في الكلام الفارغ اللي هو عاوز يعمله ده. مفيش حاجة اسمها عيد أب. أنا بعد ما عشت العمر ده كله ما بفتكرش غير أمي، أمي هي اللي وحشاني، صحيح كنت بحب أبويا وساعات بقرا له الفاتحة، لكن أمي هي اللي بتوحشني وهي اللي ببالي على طول. أنا عايزك تفكرني بقول له إنك يا حسين غلطان، ولا يعني عشان ما هو مسجل صورة والدته على شريط فيديو وبيحب يشوفها في أي وقت بيقدر يشوفها. أيامنا إحنا ما كانش فيه لا فيديو ولا كمبيوتر ولا تكييف، ما كانش فيه غير رز بلبن، احلى رز بلبن كلته في حياتي. وبقول لك ايه، اياك تقول عيد اب تاني. ها اياك جدي ستوب يا جدي. عايز ايه يا ابن حسين؟ ما ينفعش ما ينفعش يا جدي تغلط في ابويا. وبعدين لعلم حضرتك بقى، انا بحب ماما وبابا جدا الاثنين زي بعض، يعني ما اقدرش ابيع نفسي عشان طبق طز بلبن. انت يا واد انت ما طلعتش من البيضه. ايه ده كل ده ما طلعتش من البيضه ليه؟ كانت بيضه الديناصور ولا ايه؟ انت بترد عليا يا واد انت بتاخد وتدي معايا ليه؟ بص يا جدي، كل اللي انت قلته عاجبني ما عدا الحته بتاعت بابا دي، ما تنفعش خانقاني. يا واد يا خايب، مش هيديكوا فلوس تجيب هديه لا لوالدتك ولا لخالتك اجلال ولا لعمتك عواطف. طب ايه رايك بقى انه ادانا الفلوس اللي احنا عاوزينها؟ عشان تعرف يا جدي، عشان تعرف اللي انت ساعات بتقول حاجات مش ماشيه على الموضه. اداكوا فلوس؟ انت بتتكلم جد؟ اوه ده ادانا فلوس كتير قوي يا جدي، لدرجه اللي انا فكرت ااجل هديه عيد الام السنه دي وافتح مشروع صغير كده. يا عم توفيق ما تزعلش، عم توفيق حسين مش قصده، حسين اب متفاني بيضحي بكل شيء في الدنيا علشان خاطر عياله، ومن حقه يسمع على الاقل كلمه شكر. محتاج ان حد يقول له ان احنا فاهمين ومقدرين اللي بتعمله علشاننا يا بابا، وده احساس انساني جدا يا عم توفيق، ما يزعلش حد. يعني الواد التافه ده يدافع عن ابوه وانا ما لاقيش حد يدافع عني؟ ازاي بس عم توفيق، ده انت الخير والبركه، ده لولا عطفك وحنانك كان زمان اجلال ومشيره في الضياع. كفايه انك انت ما رضيتش تتجوز بعد مامتهم ماتت وربيتهم احسن تربيه وعلمتهم احسن تعليم. ما شاء الله ما شاء الله. بس يا واد انت لما الكبار يكلموا العيال يسكتوا. ايه ده يا بابا عيال ايه؟ وبعدين انا بحاول يعني اهدي النفوس عشان ما يخشوش في دلمه. دلمه جديده دي؟ ايه دلمه دي يا واد؟ دلمه يعني ازمه او مشكله او زعبره. زعبره يعني لون غامق لمؤاخذه. ما شاء الله ما شاء الله، حتى البنت الصغيره بقت بتتكلم زيك. انا هقوم اقيل شويه عشان عندي مشوار بالليل، عن اذنكم. اتفضل يا حسين. طب يا بابا احنا يعني كنا عاوزين نعمل جو مرح كده، عاوزين ننور البيت، عاوزين نزينه، نولع فيه حاجه كده يعني. ايوه عاوزين ايه يعني؟ يعني فضلت خيرك كده يا بابا، تلات اربع دست بلالين على شويه بومب على شويه صواريخ، شويه حاجات كده لطيفه يعني يا بابا. انتوا يا ابني ما بتشبعوش طلبات.
القصه طيب؟ هو احنا هنقعد هنا؟ طب فهمني بس. فاكره المكان ده مشيره؟ فاكراه طبعا يا حسين، لكن فهمني انت جايبني هنا ليه؟ دلوقتي تعرفي كل حاجه. ماشي. فاكره مشيره؟ نفس المكان ونفس الترابيزه اللي اتقابلنا عليها، كنا اول مره نخرج فيها واحنا مخطوبين. وفاكره مين كان قاعد على الترابيزه البعيده اللي هناك دي؟ بابا حبيبي مرضيش يمنعني اخرج معاك، وفي نفس الوقت مرضيش يسيبنا لوحدنا نخرج انا وانت. بس دي حته مفاجاه يا حسين. تفتكري عدى عليها كام سنه؟ بلاش تفكرني بالزمن، خلينا في اللحظة دي. شريط عمر بيجري قدام عينيا يا مشيرة، عمر جميل قضيته معاكي. يخرب عقلك يا حسين، أما حتة مفاجأة بجد. خلاص دلوقتي بقى أنا مش عايزة هدايا، كفاية عليا التكييف. هو في هدية في الدنيا تقدر تعبر عن حبي ليك يا مشيرة؟ يا سلام، اه انا بقى مش عايزه غير كده، ولا عمري هاخد هديه احلى من كده. طب فاكره لما جينا هنا اول مره شربنا ايه؟ طبعا فاكره، يوميها انا اخدت ايس كريم وانت طلبت قهوه على الريحه. ومش ناسيه، انت اديت الجرسون يومها جنيه بحاله بقشيش، ومن ساعتها عرفت انك انت مش بخيل وقلبك طيب قوي. انا عارف ان عيد الام بكره هتتشغل في العيال وفرحتهم، ربنا يخليكي ليهم وليا يا مشيرة. ايه ده يا حسين؟ دي هديتك يا مشيرة، شبكتك. الله، بس انا شبكتي في البيت. تعرف شبكتي دي احلى واغلى هدية جات لي في الدنيا بحالها. كل سنة ان شاء الله هنيجي هنا في نفس المكان عشان اقدم لك هدية جديدة وشبكة جديدة وعرض جديد. هقول لك تتجوزيني يا مشيرة عشان أقول لك شكرا على تعبك، شكرا على سهرك، شكرا على المشاعر الحلوة اللي بتديها لنا. الولاد هيقولوا لك كل سنة وأنت طيبة يا ماما، وأنا هقول لك كل سنة وأنت طيبة يا حبيبتي. ربنا يخليك ليا يا حسين، وما يحرمنيش منك أبدا. ربنا يخليهم ويجيبهم. اقول له ايه ده؟ هعمله على انا بصلي.